السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعلم ما هي الأشياء الأربعة التي خلقها الله بيده؟ الحمد لله الذي ثبت لنا بعد الجمع والدراسة أن الله سبحانه وتعالى قد خص أشياء معينة بأنه خلقها أو عملها بيده سبحانه وتعالى دون سائر المخلوقات. وهذه الأمور هي: أولا، خلق آدم. دليل ذلك قوله عز وجل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ ثانيا، غرس جنة عدن بيده سبحانه. دليله ما ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ثالثا، كتب الألواح لموسى عليه السلام بيده. دليله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وفي حديث ابن أبي عمر وابن عبده قال أحدهما: خط، وقال الآخر: كتب لك التوراة بيده. رابعا، القلم. دليله أثر مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله موقوفا عليه قال: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدن، ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. وقد تلقى أهل السنة هذا الأثر بالقبول وأوردوه في مصنفاتهم، وردوا به على الجهمية في إنكارهم صفة اليد لله سبحانه. ومما ينبغي التنبيه عليه هاهنا أمران: ورد في ذكر هذه الأشياء التي خلقها الله بيده أحاديث مرفوعة تجمعها في سياق واحد، ولكنها أحاديث ضعيفة فلا حاجة لذكرها هنا. ثانيا، المفهوم المتفق عليه من هذا التخصيص أنه لمزيد تكريم وتشريف وتعظيم لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. خص هذه الأربعة بأنه خلقها بيده، ولم يجعل خلقها بكلمة كن كسائر المخلوقات، فلا يجوز الخوض في تفصيل معاني هذا التخصيص وكيفيته، بل يجب التسليم به مع تنزيه الله تعالى عن كل نقص وعيب وتشبيه. قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله: ثم إنما عرفنا لآدم من ذريته ابنا أعق ولا أحسد منه، إذ ينفي عنه أفضل فضائله وأشرف مناقبه، فيسويه في ذلك بأخص خلق الله، لأنه ليس لآدم فضيلة أفضل من أن الله خلقه بيده ومن بين خلائقه، ففضله بها على جميع الأنبياء والرسل والملائكة. ألا ترون موسى حين التقى مع آدم في المحاورة احتج عليه بأشرف مناقبه، فقال: أنت الذي خلقك الله بيده، ولو لم تكن هذه مخصوصة لآدم دون من سواه ما كان يخصه بها فضيلة دون نفسه. والله أعلم.